هاتف من الكويت العقيد المتقاعد رائد الرومي مستشار الأمن، مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية. مرحبا بك معنا عقيد رائد. دائما ما نتحدث في تقاريرنا الإخبارية ومواضيع التحذيرات من قبل التقارير التي تصدرها شركات أمن المعلومات من القرصنة الإلكترونية، يبدو أنها تقفز قفزات لا بأس بها وتسبق أجهزة وبرامج وتقنيات الحماية. كيف تنظر من خلال خبرتك إلى هذا الخطر الذي ربما لا يهدد فقط الأفراد أو المجموعات، وربما تصل إلى موضوع تشكيل خطر كبير على دول أو اقتصاد دول أو أمن دول؟ بالطبع أستاذ الكريم، يعني احنا لو لاحظنا 2017 الهدمات اللي استبعدها القراصنة شادي بروكن بمسيرة الظل على وكالة الأمن القومي NSA، ووفر هذا الافتراض عن كشف آلاف من الوثائق والأدوات البرمجية والتولز اللي سبب أن هذه NSA تقوم في افتراض والتدفق على الشركات والقطاعات الخاصة والعالمية. القراصنة استفادوا من هذه البرمجيات في تطويرها وبيعها حتى في الداركوب. اليوم عندنا الرانسوم نوز والمولوير المسروقه من الـ NSA قاعد تباح في الداركوب بمبالغ زهيده تتراوح ما بين $500 الى $1,000 بعمله البيتكوين. لا ننسى 2017 اللي احنا نحن في خدمات الرانسوم زير الوان كراي والباد ريفرس والبيكا يعني خسرت شركات اضمن وكبيره ملايين الدولارات في ثواني بسيطه، واستفادت منها في استفادتها القراصنه في تحصيل مبالغ عن طريق البيتكوين. لذلك الهجمات القادمه في 2018 بلا شك راح تكون كبيره ومدمره جدا اكثر من ما جرى في 2017 بكل تاكيد. كما تقول سياده العقيد، مع التحول إلى الذكاء الصناعي والاعتماد على التكنولوجيا كما قلت سيزداد خطر الهجمات الإلكترونية، لكن بالمقابل ما الذي تقوم به الدول أو الدول العربية على سبيل المثال لتكون جاهزة لمثل هذه الفترة التي ربما تكون حساسة وتهدد أمنها، خاصة أن منطقة المناطق العربية ومنطقة الشرق الأوسط مناطق ساخنة ودائما ما تشهد يعني حروب ونزاعات وهزات اقتصادية، يضاف إلى ذلك القرصنة الإلكترونية التي ربما تزعزع أمن كثير من الدول. ما الإجراءات اليوم التي تتبعها تلك الدول برأيك، وهل تصل إلى المستوى المقبول على أقل تقدير؟ نعم بلا شك على 2018 مقبلين على تحدي كبير، خاصة نحن الدول العربية اللي لا زلنا احنا في الركب الأول يعني في استخدام هذه التكنولوجيا التطبيق الحلول. احنا شفنا شركات عالميه يعني لها وزنها العالمي يتم اختراقها اكثر من وكاله الامن القومي يتم اختراقها. اذا احنا الاجراءات المطلوبه لاتخاذها لابد من عمل الباك اب الدوري والمستمر وملاحظه تشغيل هذا الباك اب بشكل مستمر، عشان لو صار اي كراك او اي شيء نقدر نستفيد من هذا الباك اب ونقدم الضرر. نفس الشيء الاجهزه الكبرات طبعا على مستوى الكبرات او مستوى اليوزر لابد من تحديث هذه البرامج بشكل مستمر ودوري ومراقبه التحديثات هذه بشكل عالي جدا. تتطلب جهد بكل تأكيد ليس بالقليل. على كل أحوال أشكرك على هذا التوضيح وهذه المعلومات العقيد المتقاعد رائد الرومي مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، متحدثنا إلينا مباشرة عبر الهاتف من الكويت.